جمعية آباء وأصدقاء أطفال معاقين ذهنيا الضالين. اليوم بغينا نوضحوا شي حاجة للسيد الوالي ديال الجهة الضالين ذاكم. أولا السيد الوالي خصو يعرف أنه حنا جمعية ذاتنا نفع العامة ومن أكبر الجمعيات على الصعيد الضالين. وهذا السيد الوالي اللي تحترمه وتنقدره، ولكن وتيقول فمو انه الباب ديال المكتب ديال محلول. بغيت نقول السيد الوالي ودي هاد الهضره هادي راه ما كايناش، لانه الباب ديال المكتب عندك مسدود، تنجيو تمشيو لعند الكتابه الخاصه تتقول لك حنا قلنا الوالي طلب الاستقبال، درنا عليه ما عندي ما ندير لك. السيد الوالي راه عنده كل شيء، تمشيو عند مدير الديوان تيقول لك اسيدي سير حتى نعيطو عليك. السيد الوالي الله يخليك عرف انه المغاربه ما هو تيضرهم بزاف هو عدم الاستماع ليهم، عدم باش تعطيه وقتهم، لانه لا يعقل انه جلاله الملك نفسه تيقول على تيحث على القضيه خرجوا عند الادارات عند المواطنين شوفوا المشاكل ديالهم تصنتوا ليهم. تجي رئيس الحكومه كذلك، تجي السي وزير الداخليه كذلك. هذا مشكل حنا دابا هاد الناس سايقين فيهم. لا يعقل نكتبوا لك شحال من خطره باش نشوفوا كلي سبب بسيط انه في اطار التكفل الفردي اللي سينينا مع الولايه المقارب درنا اشهادات ديال جميع المستفيدين جاليزا وعلى انه استفدوا من الخدمات. الجمعيه عطاتكم واحد التقرير على انه الخدمات اللي دارتها مع الاوليين، قالوا المصلحه ديالكم رئيسة المصلحة تتقول على أنه كتبنا العمال باش يعملوا بحث في هذا الخصوص، حنا ما كاين مشكل. ولكن السيد الوالي واش أنا غادي يكون راهين بالعملات فين أنت غادي يصيفطوا فين أنت غادي يديروا البحث؟ البحث راه واحد الوقت معين، راه حتى حنا ملزم السنة الدراسية سالات، إيوا وهاد الفلوس اش غندير بهم؟ راه عندنا الناس اللي تسلم من هاد الفيسات. عندنا الاطار التربوي، عندنا اذا الله يخليك حنا ما قلناش الا حنا مع الشفافيه ومع الافتحاص ومع اي حاجه اللي بغيتو، ولكن ما تلعبوش بمصيرنا على حساب واحد اخر. لا يعقل السيد الوالي الله يخليك ما تلعبوش بمصير ديال هاد الوليدات وهاد الجمعيات اللي هما خدامين، اللي هما حنا تنخدموا من الصباح حتى العشيه مع الوليدات. اذا هذا اليوم في الصباح مشيت عند رئيسه المصلحه ديال الشؤون الاجتماعيه، كي دخلت عندها قالت لي كتبتو في الجورنال. سيروا على الجورنال، اسمح لي الله يا السيد الوالي، وهذا ماشي اسلوب، معلوم ماشي اسمح لي هذا حقي ماشي الجرائم. لو تصنتوا عليا وهضرتوا معايا وشتوني وحلت مع المشكل ما غادي يمشي فين، ولكن ديك النهار الاطر التربوي دار وقفه على الاساس، وحنا كذلك مستعدين نعاود نزيد معكم قدام. ولكن هذه مسؤوليه تقول لي هذا الاسلوب السيد الوالي احترمه، ولكن كون على يقين انه الناس اللي بعض الناس راه ما خدامينش، راه تيعقدوا الامور بينه وبين الاداره. اذا الا سيدنا تيقول على ان الاداره خصها تكون في الاخر مواطن المواطنين، بالعكس اليوم الاداره تتعقد الامور ديال المواطنين. الله يخليك السيد الوالي، تنعاود نطلب منك بالصفه الاستعجاليه تصنت لنا وتستقبلنا. انا تيبان لنا وحنا على حق، حنا راه ما كاينش بيناتنا مشكل، ولكن المشكل فاش في التواصل السيد الوالي. التواصل السيد الوالي راه ما كاينش، راه حنا مسؤولين ملي نعيطوا عليك خصك تستقبلنا اي وقت بغيتي تجي عندنا تزورنا، ولكن تسدوا علينا هذا الباب وتشوف الخدمات ديال الجمعيه. ولكن تسدوا علينا هذا الباب حرام والله يا السيد الوالي، والله الا حرام هذا الشيء اللي تنعمل. الاحتقان اللي وقع في بلادنا وقع كله على هذا عدم التواصل مع الناس. راه الله يهديكم السيد الوالي، انا مزوق في كيما حلوا هذا المشكل. راه حنا ملي تنقول لكم هادشي راه تنبغي البلاد تزيد لقدام، تنبغي الولايات تكون خدامه في مصلحه المواطنين، تحل مشاكل عدد المشاكل اللي اليوم كاينه كلها فيها غير عدم التواصل. اذا السيد الوالي انا مصر على انه تستقبلنا وتشوفنا وكون على يقين انه غتسقسعنا بكلامنا. شكرا سيدي.